بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أحمد رامي. طبعا عاش أو ولد 1992 في جون، توفي رحمه الله 1981، يعني عن عمر تقريبا 100 سنة أو 99 عام. هو ترانزليتر، أي مترجم، طبعا يهمنا علاقته برباعيات الخيام، هنا نرى في صفحة كارير اللي هي مهنته، في 1924 أخذ منحة دراسية وذهب إلى باريس للتعلم، فأخذ شهادة في الأدب الفارسي من إيكوليديس لانجويس أوريجينيت بفانيت، فتعلم اللغة الفارسية أخذ دبلوم في اللغة الفارسية من هذه الجامعة لكي يترجم أعمال عمر خيام، ترجمها من اللغة الأساسية الفارسية إلى اللغة العربية، يعني تقريبا هو الوحيد اللي ترجم رباعيات الخيام. طبعا هنا أعماله، فبين 1936 إلى 1954 كتب مسرحية أو كتب للمسرح وللسينما، فطبعا بنتبع أفلامه، قد يكون كتاباته اللي عملت مسرحية أو لم تعمل مسرحية فيها شيء من أدب الخيام أو رباعيات الخيام. في مقالة نشرت في دار الشروق أخذ دكتوراه فخرية في 1967، ستيت أوردر أوف ميريت من كينج حسين أوف مراكو، أو كينج حسن الملك حسن في المغرب، لكن في له
ديوان اشتغل في دار الكتب وله كتابات هنا ما يخص عمر الخيام طبعا عمل 13 سنة في دار الكتب وكذلك في جنيفا joined the league in 1945 worked for the league of National Library in Geneva نتابع هذا النص بالعربي أصدرت دار الشروق في القاهرة الطبعة الجديدة لكتاب رباعيات الخيام هنا وجدنا الكتاب نقلها إلى العربية الشاعر المصري أحمد رامي وذلك في ذكرى رحيل رامي 25 يعني في طبعة له فطبعت الكتاب 23 مرة واليوم موجود النسخة رقم 24 إن شاء الله نحصل يعني نلقاها موجودة ونشتريها من دار الشروق طبعا في ذكرى رحيله أعتقد 2000 يعني عام 2000 احنا نبحث عن هذه النسخة فأن ترجمة أحد النقاد اعتبر أن ترجمة رباعية الخيام العربية زادتها جمالا وسحرا وأنا أيد هذا الكلام طبعا نحن بصدد إعادة ترجمتها إلى الإنجليزية يعني بنعكس عملية الترجمة لكي يكون كتاب لمسرحية صامتة باللغة الإنجليزية كتاب لمسرحية صامتة المسرحية الصامتة ممكن فيها نص بالعربي الذي يتكلم هو الصوت لأنه بدأت سمعت صوتا هاتفا فالصوت هذا هو اللي يتكلم نادى من الغيب هب املأوا كأس المنى فاللي يتكلم صوت الغيب سواء غيب الماضي أو غيب المستقبل كله يعتبر غيب اللي ذكره رامي أو في القصة أو في رباعيات الخيام كله من الغيب كل ما ذكر هو من الغيب فنحن عندنا هدف أن نعملها مسرحية صامتة وتقريبا نحط جميع يعني زي مثلا
ميكي، مجلة ميكي، جميع الصور كرتونية. نختار من الآيكونز الموجودة، سواء للبيت، للعود، لكذا، يعني زي الرسومات، أو في الشاشة اللي هي متصلة، تعتبر شاشة خلفية في المسرح، بس ممكن متنقلة، شاشة متنقلة يعني في المسرح يحركوها، يعني مثلا تتحرك الشاشة من الماضي والكلام يجي اللي هو الكتابة. وممكن نكتفي بالكتابة، والممثلين أو الممثل واحد، شخصية واحدة، يعني المسرحية شخصية واحدة، لأنه هو في كل المسرحية يتحدث مع نفسه. طبعا إذا في شخصيات دخلت في الرواية تدخل الشخصيات تمر عليه، مثلا من يقول ولست بالغافل حيث أرى جمال دنياي ولا أجتري. طبعا جمال الدنيا ممكن يعبر بامرأة اللي هي العناصر المتحركة، وممكن يعبر في ناس نايمين ما صحيوا، فالصوت يقول لهم، وهو اللي سمع صاحي. وناجي الوتر يعني يكون معاه، يأتي بالعود ويناغي الوتر. فهذا شرح لي، لكن لازم، لأنه صارت مسرحية أو فيلم صامت عام 1926 في أمريكا، فنحن بنعمل الفيلم صامت أو المسرحية صامتة. طبعا ممكن يستمر مدة ساعة، المسرحية تستمر مدة ساعة وتتقسم إلى فصل وفصل وفصل. طبعا ممكن نحصل على القصيدة كاملة مو بس الأغنية، فهذا هدف إن المسرحية تكون. طبعا نحن ندخل معاها كأنه في العصر الحديث، لأن هي قبل 1000 سنة، فنخليها في هذا الزمن، يعني مثلا 22 أقصد 23 أو 24 زي كده، وإن شاء الله تكون 23. طبعا نحن معنا مخرج اللي هو المخرج وحيد حافظ، ومعنا كاتب اللي هو سليمان كابو، ومعنا ممثل اللي هو سوري، ومعنا أيضا صديقة عمه. فالكتاب مؤلف من ممكن التأليف 5 أشخاص. شكراً.